أخرج أفضل ما عندك في العشرة الأوائل من ذي الحجة وافرح بحب الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. العشر الأوائل من ذي الحجة أغلى أيام على ربنا في السنة، أقسم بيها ألوى الفجر وليال عشر من كتر ما هي غالية عليه، كأنه بيقول وغلاوة هذه الأيام قد كده الأيام دي غالية. اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. أغلى أيام على ربنا في السنة، أحب أيام ربنا يشوفك، يحب يشوفك بتعمل الأعمال الصالحة أكتر من أي وقت تاني في السنة. يحب العمل الصالح ويحبك ببذلك للعمل الصالح. مين هيروح لربنا بأعمال صالحة كتيرة في العشر الأوائل ويضمن محبة الله له ويضمن ان دعاء مستجاب ويضمن ان ربنا يرضى عنه؟ دي أيام إجابة الدعاء، اللي عنده دعوة كبيرة بتخلص في الأيام دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أكتر دعاء بيستجاب. تجربتي الشخصية في الحياة ان كل الدعوات الكبيرة في حياتي خلصت في الأيام العشرة دول، أنا مستنيهم بكل ما عندي لأني عارف قد إيه هم غاليين على الله. أحب أيام إلى ربنا طول السنة، حتى قالوا إن هم في غلاوة العشر الأواخر من رمضان، وفي ناس قالوا إن هم أغلى على الله من العشر الأواخر من رمضان، وفي ناس قالوا إذا كانت ليلة القدر مخفية فيوم عرفة معلن فيوم عرفة أغلى، والنبي قال أكثر يوم تعتق فيه الرقاب يوم عرفة، وقال لك خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيام غالية، أيام ربنا بيحب فيها العمل الصالح. إيه الوصية اللي بتقولنا؟ إيه اللي أنت ناوي شخصيا تعمله؟ طلع أحلى ما عندك، طلع أجمل ما عندك من الأعمال الصالحة. أعمال صالحة زي إيه؟ كل حاجة، كل حاجة، قيام ليل، قراءة قرآن، ذكر كثير لله، دعاء إلى الله، الدعاء المستجاب في الأيام دي، صلة أرحام، إنفاق وصدقات، بر والدين. اقعد ابدع، طلع أحلى ما عندك. الإحسان، أن تعيش بالإحسان فرصة رائعة أن تكون من المحسنين في العشر الأوائل من ذي الحجة. يعني إيه من المحسنين؟ بطلع أحلى ما عندي لأني كأني شايف ربنا. مش دول أحب أيام إليك يا رب؟ طب أنا هطلع أجمل وأحلى ما عندي. جرب الفكرة دي، إيه الفرصة الرائعة دي أن تكون من المحسنين؟ المحسنين دول مين؟ والله يحب المحسنين. المحسنين دول مين؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين، المحسنين دول ايه؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ايه الفرصة الذهبية دي؟ المحسنين لازم ربنا يحسن ليهم ويحسن لهم حياتهم أحلى وأحلى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقترح علينا ايه؟ اقترح انك كل يوم الصبح تصحى تقول هطلع احلى ما عندي ايه النهارده؟ هكلم كل عيلتي صلة ارحام، هرضي ابويا وامي، هطلع الصدقة الفلانية. كل يوم تطلع فكرة جديدة او تكتب خطة النهارده، ايه الحاجات الجميلة اللي هطلعها مني في العشر ايام اللي جاية؟ طلع احلى ما عندك، تكون من المحسنين في العشر الاوائل. اللهم اكتبنا من المحسنين، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك في هذه الايام العشر، ولا ترد لنا دعوة في هذه الايام. امين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.